انا سعيد جدا بالمهرجان وربنا ما يقطع عادة وان شاء الله دايما في تقدم ونجاح وسعادة ان شاء الله. طبعا طبعا يعني احنا بنلقي الضوء على تراثنا وبنلقي الضوء على السينما بتاعتنا وبنقول ان مصر فيها سينما فيها تراث عظيم، فبالعكس انا شايف المهرجان ده تنشيط للسياحة يعني حاجة كويسة.